في ضم الأحداث العالمية، وفي حين تتوجه الأنظار نحو العلاقات الروسية الأوكرانية، يبدو أن المملكة العربية السعودية ستقف على خط الوساطة بين البلدين. فولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالات من كل الأطراف وليطرح بدوره حلا للأزمة. فكيف ستلعب السعودية دورا محوريا فيها؟ وفي التفاصيل، عرض بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استضافة محادثات وساطة بين موسكو وكييف مع دخول النزاع أسبوعه الثاني، داعيا إلى حل سياسي ومكررا دعمه لتحالف منتجي النفط أوبك بلس الذي يضم روسيا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط بحسب رأي اليوم. هذا وأوضح بن سلمان موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف. فكانت قد امتنعت دول الخليج العربية بما في ذلك السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن انتقاد الاجتياح الذي تشنه روسيا التي تربطها بها علاقات متنامية. والجدير بالذكر أن السعودية وروسيا عضوان في تحالف أوبك بلس الذي قرر الحفاظ على مستوى الإنتاج هذا الأسبوع رغم ارتفاع سعر النفط مع وصول برميل خام برنت بحر الشمال إلى 120 دولاراً. وقد أشارت المعلومات إلى أن الأمير جدد حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليها. وقد تلقى بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي، حيث أكد فيه ولي العهد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا بحسب موقع النشرة. وأشار إلى أن السعودية ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في السعودية التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لافتا إلى أن حكومة السعودية حريصة على راحتهم وسلامتهم. هذا وكان قد أثار الكثير من النشطاء احتمالية وصول مقاتلين إسلاميين إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية سواء من أوروبا أو من الشرق الأوسط بعد أعلان زيلنسكي تشكيل فيلق للمقاتلين الأجانب، مستدعيا ذكريات الجهاد الأفغاني ضد السوفيات في ثمانينيات القرن الماضي بحسب جريدة الأخبار.